هرب. شد 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 صار صار صار. السلام عليكم الاخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مباشره من سوق ثلاث، اليوم 3/8/2021. هانتوما الخوت اليوم السوق، مرحبا عامر تبارك الله. ان شاء الله حنا الخوت ننزلوا ونبارطاجي معكم ان شاء الله الاثمنه ونوريكم خويلات اللي دخلت اليوم. وما تنساوش الخوت اللي ما مشتركش معنا في القناه يشترك معنا ويفعل الجرس باش يوصلكم الخوت ديما جديد. وتحياتي لكم وتوفيق للجميع، والله يسهل عليكم وعلينا. انتم الزين تبارك الله. واش هذاك ايوم؟ شحال انتم الخيرات تبارك الله، الناس اللي كتعشق الزرق. انا اخو مليون، عطاكم مليون. عنده ورقه، عنده ورق وزير السن سيد عشرة. مشي مشي مشي، فانتم الخير رضي الله. مشي مشي زين تبارك الله. انتم الخوت هذا عنده الوراق ديال المشاركه، عنده 12 عام في السن، ثمن 70000 ريال، 3500 درهم، 350 دولار. الله يسخر الجميع. انتم الخوت هذا الدهم، هذا السن عنده 7 سنين، عنده الوراق مرق ديال الماس. ثمن اخويا شحال قلتي عطاك؟ عطينا اخويا 60، 60000 ريال. عطيناهم 3000 درهم، 300 دولار. انتم نبعد لكم باش تشوفوا كامل. 300 دولار يعني 60000 ريال، 3000 درهم. عاود عنده الوراق، الله يسخر الجميع. مليون و700، مليون و700 كاينه دابا، مليون و140000 ريال، 17000 درهم. انتم الخوت بالوراق ديال البيديغري. عطاهم النمر الا ما بعتيش ويتصلوا بي ان شاء الله. فتشت عليهم النمر، قول لهم هنا في الفيديو. 06-63-30-14. انتم الخوت راه كيبيع، الا خصكم شي حاجه راه عنده جوج. عندك شي دعوات مبطوط؟ لا دابا هاد الساعه ما عندي. ما عندك. المهم الخوت هاد الزرقاء اللي عجبو شي واحد يتصل بالسيد. مرقد فاس. انتم الخوت 1700 دولار. الناس اللي ما كتعرفش بالدرهم هم 1700 دولار. مرقد ديال فاس. انتم الخوت راه خليت لكم النمرة في الفيديو. الى ما باعوش اتصلوا بيه والله يسخر الجميع. انتم الخويا دخلوا، اللهم بارك. شري اخويا، واحد كرهنا خمسه. مدي كاين الوراق؟
لا ما كاينش ورق. كاينش ورق؟ لا. انت ما تخلصش على الدخل، عطاو 20,000 درهم. طلبوا 40,000 درهم. هذا ناضي ما عندوش الوراق. خليك خليك كما سمعت الخوت على الدخل، عطاو 20,000 درهم، 2 مليون، طلبوا 4 مليون، ما عندوش الغراق. تبارك الله العلو السحاق. ها انتم الناس راه مجمع على مول العود، المهم راه كيعطي المهم راه وصلت دابا المهم 2 مليون، راه فوق 2 مليون دابا اللي تعطات دم. انتم الخوت كما كتسمعوا الله يجيب الجماع. صور عاودي ما عرضي. انتم الخوت راه وصلوا لي 3 مليون، 3000 دولار. اسخر لي انتم الخوت هذا 7 سنين ما عندوش الوراق، بالنسبه للثمن مازال ما عطاتش حاجه، مازال على الله وسخ الجميع. الخوت هذا الزرق هذا عنده 6 سنين، الثمن عطاوه 1,050,000 ريال، 1,250 دولار، والله يسخر الجميع. ما عندوش الوراق، لا هو لا داك الدهم، راه عنده جوج، دخل هذا الزرق هذا وداك الدهم، والله يسخر الجميع. ترويض خيول مع تيك توك. أغبرت السوق. الإخوان هذا الدم هذا مازال كيدقى مع مواليه، وصلوا له 3 مليون ونص. مواليه مازال مجمعين عليه. انا شوف انا انتم الخوت مازال تابعينو
راه جاب هذاك الدهم وذاك الزرق اللي ليه الزرق 1,500,000 اللي فاش وصلوا لي دابا وهذا وصلوا لي 3,500,000 ايوا هادشي اللي كاين الخوت هانتوما الخوت وصل 3,500 دولار 3,500,000 ومازال شابكة على ودو على حساب الزرق وعلى حساب هاد الدهم هذا صافي الزرق واخا خدا العربي طويبة هو شترا جرو زرو ياسين ولا سخر لكم يا ياسين صافي خدا العربي طويبة هاد الزرق هذا ممكن قبيلة عطاوه 1,050,000 ريال دابا الله اعلم شحال باش تباع الزرقاء خوش ما عندوش الوراق سنين في السن